أهلا بكم. مع الكارثة الإنسانية الكبيرة التي لحقت بسوريا وتركيا من جراء الزلزال المدمر الأخير، يبقى الشغل الشاغل للجميع تسريع وتعزيز جهود الإنقاذ والإغاثة. ومع هذه الشواغل يبقى القلق من الهزات الارتدادية التي لا تتوقف في أنحاء المنطقة. فهل بالإمكان إيجاد طرق للتنبؤ بالزلازل قبل وقت كاف لتجنب مخاطرها؟ وهل تشهد منطقتنا العربية عموماً المزيد من النشاط الزلزالي في الفترة المقبلة؟ أسئلة وغيرها نناقشها مع الدكتور نجيب أبو كركي، أستاذ الجيوفيزياء وعلم الزلازل في الجامعة الأردنية، في حلقة هذا الأسبوع من مواجهة. دكتور نجيب، مساء الخير، مرحبا بك معنا في حلقة مواجهة لهذا الأسبوع. هناك الكثير من الأسئلة التي أود أن أطرحها عليك فيما يتعلق بإمكانية توقع الزلازل والتنبؤ بها، ولكن بداية دعنا نتحدث عن الأخطار الكامنة التي ما زالت موجودة بعد هذا الزلزال الكبير. هل ما زال بالإمكان الحديث عن أخطار داهمة متعلقة بالهزات الارتدادية؟ بالطبع الهزات الارتدادية هي بالتعريف يعني أقل قوة من الزلزال الرئيس، لكن الإشكالية أن الزلزال الرئيس يكون قد يعني أنجز الكثير من الخراب والكثير من الهلهلة للأبنية، ولذلك فهذه الأبنية تصبح حساسة جدا حتى لهزات ارتدادية أقل قوة من بكثير من الزلزال الرئيس. نعم. أقل قوة بكثير، ولكن شهدنا من بعض الهزات الارتدادية التي أعقبت الهزة الأساسية إحداها وصلت قوتها إلى 7.5 ريختر. نعم، هذا في الواقع يعني مستغرب ويتطلب دراسة لمعرفة إذا كان هذا في الواقع يعني هزة ارتدادية ولا شيء مستقل على صدع آخر مستقل حتى وإن كان قريبا. لكن في الواقع أيضا 7.5 أقل بكثير من 7.8 حسب صحيح. يعني حسابات الزلازل، لأنه كل درجة تفرق عن الدرجة الأخرى بأكثر من 30 مرة من حيث الطاقة، يعني بتزيد إذا زادت درجة واحدة فهي تزيد 30 ضعف الطاقة. وبالتالي الفرق بين 6 و7 فرق هائل، يعني نتحدث عن زيادة exponentially كما يقال باللغة الإنجليزية. طيب، إلى متى يمكن أن نتوقع هذه الهزات الارتدادية؟ هي نعم تفضل دكتور. نعم، هي في الواقع علاقة لوغاريتمية يعني مضروبة في معامل حوالي 3 يعني حوالي 32 مرة بتكون الفرق ما بين الستة والسبعة، يعني السبعة يساوي 32 زلزال من قوة 6 دفعة واحدة. طيب، إلى متى يمكن أن نتوقع هذه الهزات الارتدادية أن تستمر؟ هل نتحدث عن أيام دكتور، أسابيع أم أكثر؟ والله هي متفاوتة ولا يمكن الحكم، وهذا يعتمد بالذات يعني على درجة الاضطراب اللي حصل في الغلاف الصخري في تلك المنطقة، وهذا الاضطراب يعني يحاول أن يعود إلى حالة توازن يعني بشكل طبيعي، وهذا في الواقع يعني سيترجم إلى هزات ارتدادية قد تستمر أسابيع قد تستمر أشهر، ولكن يعني سمتها العامة أنها ستتناقص أعدادا تتباعد، وأيضا من حيث القوة إنما ليس للأسف بانتظام، يعني ربما ننتظم بالتناقص لفترة معينة ثم يظهر زلزال شاذ فيما بينها يكون أكبر قليلا من ما قبله، ولكن في النهاية يعني يصل الأمر إلى إخماد هذا النشاط والعودة إلى الأوضاع الطبيعية والعودة إلى مراكمة إجهادات جديدة انتظارا للزلزال القادم يعني على نفس المنطقة بعد فترة قد تستمر عشرات السنوات قد تكون مئات السنوات حسب الصدع وحسب سرعة الصفائح. وبالتالي من المهم الآن دكتور عدم العودة إلى المباني خاصة تلك التي لحقت بها الأضرار. يعني إذا كان في مباني آيلة للسقوط فهي في الواقع لها الأولوية بعدم العودة إليها، لكن إذا كان في مباني يعني يعتقد بعد المعاينة الهندسية أن بإمكانها إذا كانت هي مصممة أساسا بما يكفي لكي تقاوم، يعني الموضوع يتطلب رأي هندسي قبل العودة إلى المبنى سريعا يعني.
طيب دكتور نجيب، بدي أرجع إلى مسألة يعني شدة الهزات الارتدادية، لأنه كما أشرت قبل قليل يعني من المستبعد أن تكون هناك هزة ارتدادية بقوة الهزة الأصلية، ولكن يعني أنت استبعدت في تصريح لك قبل يومين مثل هذا الأمر كما أشرت قبل قليل. تقول في هذا التصريح: المنطقة التي يحصل فيها زلزال كبير يستثنى أن يكون هناك زلزال مستقل جديد كبير في فترة قريبة، إذا حصل فيها شيء يكون هزات ارتدادية وهي توابع الزلزال الأصلي، ولكن إذا هدأت الأمور ستحتاج إلى وقت طويل نسبيا حتى تعود هناك طاقة كافية لإيجاد زلزال آخر بهذه القوة أو أكبر. هل أفهم من حديثك قبل قليل بأنه ما شهدناه بعد ساعات قليلة من الهزة الأساسية كانت أيضا هزة وليس ارتداد للهزة الأولى؟ نعم، هي في الواقع احتمال كبير أن تكون هزة على صدع قريب لكنه مختلف. في الواقع الظروف للصدوع مختلفة تماما، يعني بعضها قد يكون متوازي وقريب وبعضها قد يكون مستقيم وعمليا يمتد إلى مسافات بعيدة حسب درجة التعقيد الموجودة في المنطقة. لكن المنطقة إذا نظرنا لها هي في الواقع يعني جبهة تصادم، وعندما يحصل يعني زلزال كهذا يكون هنالك اضطراب كبير في هذه الجبهة، ثم يعود يعني بعد فترة بسيفين لعدة جبهات. هذه الجبهات يعني قد يحفز بعضها الآخر، يعني بتي وكأنها شيء قد تداخل في بعضه. فعندما يحصل زلزال كبير ممكن أن يحفز منطقة أخرى قريبة وتسبب هذا. هذا طبعا يعتمد أيضا على كم من الضغوط موجود في المنطقة وكم تفرغ منها بالزلزال الرئيس وكم بقي كي يكون رصيدا لزلزال قادم. يعني الموضوع ليس سهلا معقد، لأنه الصدوع بالتأكيد لا تتشابه، يعني أوضاعها أبعادها قربها أو بعدها عن بعضها. إنما هذه المنطقة هي منطقة في الواقع يعني مأساوية، إذا أردنا أن نشرح شو وضعها بالضبط. هذه في الواقع أيضا يعني واقعة على ما يسمى قريبة جدا مما يسمى بالهلال الأفيوليتي العربي. ما هو هذا الهلال الأفيوليتي العربي؟ هذا في الواقع إحنا نرجع إلى 50 مليون سنة سابقة، عندما كان هنالك محيط يغطي المنطقة عنا ويسير شيئا فشيئا يغوص قعره تحت تركيا. عندما ينتهي هذا المحيط تبقى آثار لهذا القعر وتنحشر من وهي عبارة عن شواهد لقيعان المحيطات في ذلك الوقت، صخور مميزة خضراء إلى آخره تمتد في الواقع من عمان وتسير شمال العراق ثم تذهب إلى تركيا وتنتهي في قبرص، وكلها من نفس النوع. ففي الواقع يعني المنطقة فيها تفاعلات يعني عنيفة جدا مأساوية، وبالتالي يمكن أن تشد عن القاعدة في المناطق اللي ذات صدوع سهلة إذا كان الوضع وضع انزلاق فقط دون تدمير ولا 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 شيء من هذا القبيل. لأنه نحن نصنف الصدوع إلى عدة تصنيفات حسب حدود الصفائح الموجودة فيها، والحدود اللي نحن بصددها هي ما يسمى بالحدود التدميرية، لأنه في الواقع تصادم وتدمير لجزء من الغلاف الصخري وتكوين سلاسل جبال، يعني سلسلة من الأمور المعقدة التي يمكن أن تخفي الكثير من المفاجآت، يعني وأن لا تكون نمطية في كل الأحيان. يعني إحنا مشكلتنا الأساسية دكتور هي في توقع أو التنبؤ بهذه الظاهرة، لأنه الدمار، حجم الدمار الذي شهدناه وحجم الأرواح التي فقدناها هائل، وبالتالي نريد أن نعرف إذا كان بالإمكان تفادي أي شيء من هذا النوع، إذا كان بالإمكان إطلاق جرس إنذار مبكر. حتى الآن مع كل التقدم العلمي والتكنولوجي والاستشعار عن بعد والأقمار الاصطناعية إلى آخره، لسنا قادرين على التنبؤ بأي شكل من الأشكال بهذه الظواهر. أنت تقول في مقابلة مع سكاي نيوز قبل يومين: علم الزلازل في الوقت الحاضر عاجز عن التنبؤ الدقيق، هذا حاليا في علم الغيب. الزلازل أزلية وهي موجودة منذ وجود الخليقة عمليا وستستمر، لا يمكن التنبؤ بالزلازل، حصل هذا الزلزال وستحصل زلازل أخرى في المستقبل. لماذا العلم عاجز دكتور عن التوقع؟ هل لأنه الزلازل يعني فيها عوامل كثيرة
مترابطة ومتغيرة ومعقدة، وبالتالي يصعب بناء نموذج أو موديل للتكهن بوقوع هذه الزلازل. حقيقة هذا صحيح، يعني في درجة كبيرة من التعقيد، وهنالك عنصر آخر، يعني كل صدع كل زلزال يبدو وكأن له شخصية خاصة، يعني ما يحصل قبل بعض الزلازل لا يحصل قبل أخرى، وما يحصل بعد بعض الزلازل لا يحصل أيضا بعد أخرى. هنا الدراسات مستمرة، والدراسات تحاول أن تصنف هذا بشكل عقلاني ومنظم كي تستطيع أن يعني تجد خيط لموضوع هذا التنبؤ. لكن كل هذه الزلازل تشترك بميزة واحدة، وهي الميزة اللي تقريبا يمكن أن تعطي أملا في المستقبل المتوسط البعيد، اللي هو مسألة التشوهات، أنه الصخور عندما تنضغط خاصة في هكذا مناطق فهي تتشوه، يعني الجبال أساسا التي تكونت هناك ارتفعت شيئا فشيئا وترتفع. إذا كان في هنالك صدوع في تلك المنطقة وتمت مراقبة التشوهات اللي موجودة حول هذه الصدوع، حقل التشوهات كاملا، يعني نكون قد تقدمنا لدرجة كبيرة. هذا كان متعذر يعني لفترة نسبيا قصيرة. هناك تقنية جديدة برزت من عام 1992، طبعا قد يعتقد بأنه 30 سنة شيء كثير، لكن في الواقع بالنسبة لموضوع الفترة الزمنية التي تلزم للصخور كي تفصح عن موضوع تشوهاتها قد تكون أحيانا كبيرة. لكن في الوقت الحاضر في إمكانية أن يتم قياس ما يسمى بحقل التشوهات، كل ما يمكن أن يتحرك يعني على سطح الأرض حتى لمستوى المليمترات في بواسطة تقنية التداخل الراداري. احنا طبقنا هذه التقنية مثلا حتى تشوف أهميتها، يعني لمحاولة اكتشاف حقول الألغام في بعض المناطق. كيف؟ في الواقع حقل الألغام يعني هو منطقة لا يوجد بها نشاط بشري، بينما المناطق الأخرى فيها نشاط بشري، فيها حراثة، فيها إلى آخره. فعندما تقارن هذه الصور الرادارية في الواقع وتجد مناطق لم يتم الحركة فيها كانت أقل شيء وبشكل منتظم، تعرف أنه هذا يعني إلى حد ما يمكن أن يكون حقل الألغام. هذه نجحت بمستوى يعني 80% في اكتشاف حقول الألغام بعد مقارنة النتائج مع الخرائط الحقيقية اللي تم الحصول عليها من الجهات المعنية في هذا المجال. ولنا في هذا المجال يعني بحث صغير لكنه مهم جدا نشر على موقع وكالة الفضاء الأوروبية، هذا قبل حوالي 20 سنة. يعني إذن هذه التقنية في الواقع بدأت تجريبية، في الواقع الأقمار أطلقت لأهداف أخرى، لكن في النهاية العلم يستطيع أن يوظفها ويجد لها توظيف يعني. والآن التوظيف لها نحاول إحنا أن نوظفه لمواضيع مشاكل البحر الميت، لأنه به الكثير من الانخساف وإلى آخره. وأيضا يمكن أن تطبق هذه على الزلازل من حيث أنها تستطيع أن تقيس التشوهات في مناطق واسعة، فإذا وجد أن منطقة ما حوالين الصدع يعني تسير باتجاه تشوه منتظم وباتجاه واحد، ومعناته فيها يمكن نشاط. بالحسابات وبمراقبات أخرى الاستنتاج بأن هذه قريبة من أن تصبح زلزالا، لكن هذا أيضا لن يعطينا الوقت الدقيق، ولن يعطينا أيضا يعني بالضبط التوقيت، ولا يمكن القوة تستنتج من خلال معلومات أخرى، يعني عمق الصدع إلى وعمق النشاط الزلزالي اللي يمكن أن يحصل ويسجل وأمور أخرى. إذا جمعنا مجموعة من العناصر مع بعض بفرق علمية مدعومة بشكل جيد ومتخصصة بشكل جيد مهتمة بهذا الموضوع، في هنالك أمل أن يكون هنالك في المستقبل، نأمل أن يكون القريب إلى المتوسط على الأقل يعني كويس. تقدم كبير في هذا المجال اللي هي تقنية دكتور نجيب بالرادار الإلكترومتري أو التداخل الراداري باللغة العربية. بدي أخذ فاصل قصير إذا سمحت لي، بعد الفاصل بدي أعود لأسألك عن موضوع التنبؤ والتكهن، لأن هناك باحث هولندي تكهن قبل أيام 3 أو 4 أيام من وقوع هذا الزلزال، تكهن بوقوعه في نفس المنطقة وبنفس الشدة وكل هذه الأمور. أود أن أسألك عن هذا الموضوع لأنه هذا أثار الكثير من الجدل والنقاش على مواقع التواصل وفي الأوساط العلمية. سأسألك عن هذا الموضوع دكتور بعد الفاصل القصير. مشاهدينا فاصل قصير، نعود بعده لمتابعة حلقة مواجهة لهذا الأسبوع مع الأستاذ الدكتور نجيب أبو كركي، أستاذ الجيوفيزياء وعلم الزلازل في الجامعة الأردنية.
أهلا بكم مشاهدينا من جديد في حلقة هذا الأسبوع من مواجهة، وضيفنا هذا الأسبوع الأستاذ الدكتور نجيب أبو كركي، أستاذ الجيوفيزياء وعلم الزلازل في الجامعة الأردنية. دكتور نجيب، قبل الفاصل سألتك عن هذا التنبؤ أو التوقع الذي أطلقه باحث هولندي يدعى فرانك هوجربيتس قبل حوالي 4 أيام من حدوث الزلزال. هذا الباحث يعمل في مركز أبحاث هندسة الكواكب الشمسية في هولندا، ويقول في تغريدة له يوم 3 فبراير قبل الهزة ب4 أيام، يقول: عاجلا أم آجلا ستحدث هزة أرضية بقوة 7.5 ريختر في هذه المنطقة، جنوب ووسط تركيا والأردن وسوريا ولبنان. هاي تغريدة دكتور قبل الهزة ب3 أو 4 أيام. طبعا هذا الرجل أولا لديه أكثر من 1,100,000 متابع على تويتر. هذه التغريدة تحديدا شاهدها حتى الآن، آخر مرة يعني نظرت إليها كان شايفها حوالي 52 أو 53 مليون شخص. الكثير من النقاش أثير بعد هذا التكهن. أولا، كيف تفسر هذه المسألة دكتور؟ والله كان يسرني أولا لأكثر من سبب أن يكون هذا صحيحا، والأسباب هي أنه أول شيء إذا كان الموضوع الحل عن طريق علم الفلك فالعرب أبدعوا في هذا المجال، ويمكن أن نعود إلى مجدنا السابق في هذا المجال. لكن في الواقع يعني أود أن أذكر بأنه هذا هي ليست أول مرة يطرح هذا الموضوع، ولأجل الصدفة يعني بالصدفة فقط ربما في عام 2005 أحد الفلكيين الأردنيين هنا تنبأ بزلزال، أو يعني أطلق تصريح ووزع المعلومات على كافة الأماكن ومنها العربية. شفت هذا التصريح طبعا يقول بشكل عام، وبتلك المناسبة يعني أصبحت البلد طوارئ لمدة 2 شهر تقريبا، وقال تماما أنه في 28/9/2005 الساعة 1:21 بالليل راح يصير زلزال كبير في الشرق الأوسط. طبعا حقيقة يعني هذا لم يحصل أول شيء. أنا الآن قاعد بحاول أدقق في معلومات الخبير الهولندي، الخبير بيستاهل كلمة خبير يعني على لأنه الكل صار خبير في الأيام هاي. أول شيء هو يقول أنه مهتم بالزلازل التاريخية. في الواقع الزلازل التاريخية إحنا برضو بنحاول نمحصها تقريبا من 40 سنة، ولم يمر اسمه كباحث في هذا المجال عندنا. ثانيا، من خلال مقابلته ذكر سريعا، لكن من يحاوره صحفي يعني لا يستطيع أن يحاوره بالشكل المناسب، ذكر أكثر مرة اكتمال القمر. اكتمال القمر هو يربط هاي الظاهرة دكتور نجيب، حتى القمر هل يخص للناس. يعني هو يربط مسألة حدوث الزلازل بحركة الكواكب وأماكن وجودها والألاينمنت تبعها وكل هذه الأمور، بما في ذلك اكتمال القمر وظواهر مناخية أخرى. يعني هو يعتمد في هذه الفرضية أو هذه النظرية على هذا الموضوع. طيب تمام، خليني أمسح لك هالفكرة هذه يعني تماما من أذهان السادة المشاهدين عندكم. لما يكون في عندي، لو فرضنا أنه هذا صحيح وفي عندنا يعني كواكب على سوية واحدة وكذا، هي بعيدة جدا عن الأرض، وإذا ستؤثر على الأرض كحق الكامل، لماذا لا يحصل زلزال إلا على صدع واحد بينما الأرض فيها مئات آلاف الصدوع؟ هذا سؤال يطرح نفسه، يعني لماذا في هذا الصدع بالذات؟ وبعدين عندما يذكر لي اكتمال القمر، كم مرة يكتمل القمر يعني بالسنة؟ لماذا برضو تحصل بهذه بس هو حدد الخارطة تماما أيضاً. دكتور يعني هذا أنا شاهدت أيضا بعض المقابلات يعني هو حدد يعني موقع حدوث هذا الزلزال، الهفوات اللي فيها نعم واضحة وضوح الشمس يعني واضحة وضوح الشمس تماما كويس، بس هو حدد مكان وقوع هذا الزلزال بقدر كبير من الدقة، وحدد التوقيت وحدد القوة، مش بس هيك حدد انه بعد كذا ساعة ما حدد التوقيت لا الفترة الزمنية يعني أعطاك كم يوم. هو قال إن آجلا أو عاجلا قال إن آجلا أو عاجلا تعني يعني طيب. شيء إلى ما لا نهاية. والمهم أيضا هذا إنه يعني يصلح لكل إنه تكهن إن آجلا أو عاجلا بالهزة الارتدادية بعد كم ساعة بقوة 7.5 ريختر. يعني هل هذه كلها مصادفات؟ لا 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 أرجوك، يعني هو لم يقصد بالسبعة ونص اللي عنده، هو قصد الشغلة الرئيسية
لكن أنه يحصل 7.5 بعدين الزلازل في تلك المنطقة، يعني حجم الصدع نفسه ومواصفاته هو مؤهل لهذا النوع. بعدين كل ريختر وكل مقاييسه المؤذية من وين لوين، من 6 إلى 8.5 تقريبا هذا ريختر. فإذا قال 7.5 هو أخذ رقم متوسط، لو طلعت 7 بقول أوكي كمان، لو طلعت 8 بكون صادق. يا ريت أنه هذا الحكي يكون مزبوط، لكن أنا أقول لك بأنه هنالك الكثير من الفجوات في مقابلاته، وأريد أن أرى ما هي أبحاثه في المجال اللي ذكره اللي هي الزلازل التاريخية. هل يكفي أنه يعني بعدين يعني حتى التخصص بعيد عن هذا الموضوع يعني. يعني أنا لا أريد يعني أن أعطي مصداقية أكثر من اللازم دكتور نجيب، ولكن لأنه أحدث الكثير من النقاش والكثير من الجدل، وهناك بالمناسبة الكثير في الأوساط العلمية يعني يشككون في مصداقيته وفي حتى الكريدانشلز تبعونه العلمية، ولكن مع ذلك زبطت معه الرجل. يعني هذه التغريدة شاهدها 53 أو 54 مليون شخص لحتى الآن. خلينا يعني أقول أيضا من بعض ما قاله هذا الباحث الهولندي، يقول: تسببت الزلازل الكبيرة في وسط تركيا في حدوث تغيير كبير في توزيع الإجهاد في جميع أنحاء المنطقة، مع النشاط الزلزالي وصولا إلى فلسطين. نتيجة لذلك من الواضح أن المنطقة يتم إعادة تشكيلها. ما رأيك في هذا الكلام دكتور نجيب؟ والله لا أثق فيه ولا 1%. يعني شو علاقته برضه في موضوع كيف عرف أنه توزع الإجهاد وكيف؟ أو إحنا بنشكره لأنه ذكرنا فلسطين بهالمناسبة. صحيح. بس هاي بتلفت انتباهنا يعني، وهو معروف إذا هو إلى أي جمهور يعني يتوجه في الواقع. يعني هاي برضه نقطة مهمة، لماذا يتوجه إلى هذا الجمهور بالذات؟ يعني علينا في الواقع إذا أردنا أن نحلل هذا الموضوع يعني قد نجد عجائب فيه. ثم أنه يعني مسألة قياس التشوهات وتغييراتها تتطلب أجهزة وجهود بحثية تمر سنوات. هل عملها؟ هل زار المنطقة؟ هل أجرى أي قياسات لهذا الموضوع؟ ولا الموضوع يعني تكهنات؟ في الواقع هي طيب. عبارة عن سيناريو، هذا السيناريو يعني يبدو معقولا، والكثيرين من الناس نتيجة يعني خلفيتهم البريئة في هذا المجال قد يسيروا معاه يعني تماما. جيد، يعني أنا كما ذكرت دكتور نجيب لا أريد أن أعطي مصداقية أكثر من اللازم، ولكن يعني كانت لافتة هذه التغريدات وهذه المواقف. دعني أسألك في الدقيقة المتبقية دكتور نجيب، هل بسبب هذا الزلزال الكبير يعني يمكن توقع أنه المنطقة ستدخل مرحلة جديدة من هذا النشاط السيزمولوجي الزلزالي باختصار؟ حقيقة يعني أول شيء كمان لا ننسى أن تركيا يعني تتعرض بشكل دائم إلى هذا النوع من الزلازل. يعني 1939 إرزنكان كانت القوة 8، مفروض أنه هذا يغير توزيع الضغوط والإجهادات وما شابه ذلك. هذا زلزال في 1939 تبعه، اسمعني جيدا لو سمحت، 1942، 1944، 1953، 1957، 1967 و1999، ثم بعد ذلك هذا الزلزال. لماذا هنا بالذات صار في إعادة توزيع ووصل إلى فلسطين؟ كل الحالات السابقة لم يحصل أي ارتباط بينها وبين أي زلزال يحصل لا في سوريا ولا في لبنان ولا في الأردن ولا في فلسطين. ففي طيب الواقع يعني لماذا يعني مع توضيح هذه الأمور، ولكن يعني كان من الضروري أنه أسألك إياها، لأنه كما أشرنا أثارت الكثير من الجدل والنقاش خاصة في مواقع التواصل. أشكرك الأستاذ الدكتور نجيب أبو كركي، أستاذ الجيوفيزياء وعلم الزلازل في الجامعة الأردنية، كان معنا من عمان. نهاية حلقة مواجهة لهذا الأسبوع. الأسبوع القادم مواجهة جديدة مع ضيف جديد. إلى اللقاء.